ومحزوبة عليهم الشباب هلا يزبي راسه يزبي راسه وعلى أساس أني أنا متعاطف معه وأنا ما بعرف الله وين عاطفتي. يعني هلا بدك تقنعني أنه أنت مالك متعاطف معه؟ لك والله ما بعرف شو بدي لك يا جهة. يعني هي بالنهاية شو؟ هي واحدة مكتشف زوجها بأنه على علاقة مع واحد تاني، وهي قالت لي واعترفت لي، مو أنه يعني غطت على السباب. فبالمختصر هي واحدة خاينة. هلا أنت تعال فكر فيها، أي واحدة بمطرحها شو بدها تعمل؟ بدها تحط مليون مصيبة بزوجها لحتى تبري حالها وتقول أنا مالي سبب. فأنا كل حكيها أخي ما زبط مع راسي، مشان هيك ما قبضته بالمرة. طيب إذا هيك ليش خليتها عندك بالبيت؟ القصة بلشت بمزيج ما بين السكر والشهامة. خلطة سرية محسوبة بيستخدمها بيك مواقف بكير لسالي. بكل الأحوال أنا بالبداية تعاطفت معه، بعدين حتفكرت هيك أنه لك يا رجل لا تكون هاي المخلوقة عم تتبلى على هذا الزلم. أنا بكل الأحوال شو خسران تقعد لك كم يوم عنا بهالبيت. بس بتعرف لك أبو الجوج ضرب. الله وكيلك حلو يعني يا رجل. ايوه يقول هيك من الأول يا سيد صلاح. صديقي اسمع شو بدي لك، أنت كونه خبرتك ضعيفة بهالحياة أنا رح أعلمك، بهيك مواقف بصير في شيء اسمه فوائد جانبية. اسمع لا، يعني أنا لا حأتغالظ عليها خيو ولا رح أضغط عليها. فأنت بعد هالسيرة اللي حكيت لك إياها، يعني برأيك هل هي امرأة مرينة؟ استغفر الله العظيم لك. يعني إنه يطلع منا شيء بالآخر؟ أخي والله ما بعرف، هي قصصك وتصطفل منك لإلها. بعدين أنت بتعرفني منيح لك صلاح، أنا قصص النسوان هي وفوتات النسوان مالي فيها بنوب، أخي هيك مبدأ. لأنك شافت جبان، ما بتعرف تحكي كلمتين مع إنتاية تعمل ليها مبدأ وما مبدأ إلا. احسبها مثل ما بدك تحسبها، موافق. ما بتنحسب إلا هيك، بدك تعيش لك يومين حلوين بحياتك، بكرة بتهرهر بتقعد بتندم على أيام الصبا لك، عرو عمي. استغفر الله العظيم. وعليكم السلام. مسكرين معلم. لك عم بمزح. يلا قوم قوم، إجت الرزقة، السلام عليكم. وعليكم السلام.